تحذير من استمرار غلق الطرق أطلقه المجلس العسكري في السودان مطالبا بالفتح الفوري للممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة والولايات من أجل إيصال الاحتياجات الضرورية. وفي بيان له دعا المجلس المواطنين كافة إلى الإبلاغ الفوري عن أي ظواهر تؤثر على الأمن، محذرا من وجود جهات تسعى إلى إثارة الفوضى في الشارع السوداني. تطور يأتي بعد ساعات من مؤتمر لتحالف الحرية والتغيير المنظم للاحتجاجات جدد فيه مطالبة المجلس العسكري بتسليم الحكم لسلطة مدنية، كما أعلن التحالف تعليق الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي. الاستمرار في الاحتزام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري. 2. التصعيد الثوري في الشارع عبر جداول العمل الثوري حتى انفاذ كافة مطالبنا. وكان مقررا ان يعلن قادة الحركة الاحتجاجية خلال هذا المؤتمر تشكيلة مجلس سيادي مدني يحكم البلاد بدلا من المجلس العسكري، لكن هذه الخطوة ارجئت الى الايام المقبلة. وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي استبق المؤتمر بالتأكيد على استعداده لتسليم مقاليد الحكم في اللحظة التي تتوافق فيها القوى السياسية وتقدم حكومة يتم التوافق عليها.